بهذا الفيديو رح نتعلم ونطبق مع بعض مجموعة من أهم تقنيات التلوين بالألوان الخشبية بشكل بسيط ومفصل. فإذا حابين تاخدوا تلوينكم لمستوى أعلى تابعوا معي للآخر. أهلاً فيكم بالفيديو الثالث من سلسلة التلوين بالألوان الخشبية. إذا هذا أول فيديو إلكم بنصحكم كتير ترجعوا تشوفوا الفيديو الأول اللي حكينا فيه عن الأدوات ومجموعة نصائح للتلوين، والفيديو الثاني اللي كان عن طرق عمل تدرجات بالألوان. وما تنسوا دعمكم للقناة من خلال الضغط على زر الاشتراك وتفعيل زر الجرس. وهلأ وقفوا الفيديو، حضروا ألوانكم واطبعوا ورقة العمل الموجودة بصندوق الوصف أو جيبوا ورقة فاضية ويلا نبدأ. رح نطبق التقنيات على فرع أوراق نبتة. الجزء التحت رح نلونه بدرجة واحدة والجزء اللي فوق رح نلونه مع تدرج من الغامق للفاتح. بطريقة الطبقات أو اللايرينج نضيف طبقات من اللون فوق بعض باستخدام الضغط الخفيف. بنستخدم هاي الطريقة لدمج الألوان والتظليل، وطبعا بنقدر نعملها بلون أو لونين أو أكتر لنحصل على التأثير أو التدريج اللي إحنا بدنا إياه. لنحصل على تدريج بهاي الطريقة منكتر عدد الطبقات بالمنطقة اللي بدنا إياها غامقة، منضيف طبقات أكتر فوق بعض ومنقلل الطبقات كل ما اتجهنا للمنطقة الفاتحة. الطريقة حكينا عنها بالتفصيل بالدرس السابق اللي حكينا فيه على التحكم بالضغط وعمل تدرج بلون واحد ولونين بطريقتين. ومش شرط نتقيد باتجاه واحد للتدرج، ممكن نعمل التدرج من جوا لبرا أو من برا لجوا حسب إيش الشكل اللي عنا وشو بنفضل. طريقة التلميع أو البرنشينج هاي الطريقة تعتبر من طرق مزج الألوان الخشبية، وهذا الموضوع رح نحكي عنه بالتفصيل بالفيديو الجاي. بشكل مختصر بطريقة التلميع بنحصل على طبقة لامعة وناعمة من خلال استخدام الضغط الشديد، وبصير صعب نضيف كمان طبقة أو لون فوقها لأنه مسام الورقة بتكون اتعبت. الضغط الشديد بنستخدمه أما من خلال قلم التلوين نفسه بشكل مباشر زي ما عملت هون، أو ممكن نعمل هاي الطريقة من خلال عمل طريقة الطبقات وبعدها نستخدم قلم تلوين فاتح أو قلم تلوين أبيض أو قلم مزج خاص ونضغط بشكل قوي على الطبقة الأخيرة، وهيك نحصل على طبقة لامعة. وبهذا الفيديو أنا استخدمت اللون الأبيض لأعمل طريقة التلميع. طريقة السكامبلينج أو التطبيب أو التنعيم هاي الطريقة بنحصل فيها على تأثيرات ضبابية من خلال التلوين بشكل دائري مع الضغط الخفيف مع عمل تداخلات بين هاي الدوائر. ونحصل على تدرج باللون بهاي الطريقة، كل ما دخلنا الدوائر ببعض أكتر وكل ما عملنا طبقات أكتر من هاي الدوائر كل ما حصلنا على اللون الغامق، وكل ما بعدنا الدوائر عن بعض بشكل تدريجي نحصل على اللون الأفتح، وهيك نحصل على تدرج باللون. التقنية الرابعة رح نحكي عنها هي الهاتشينج أو تضليل بخطوط متوازية. لعمل هاي الطريقة بنرسم خطوط متوازية، ممكن نتحكم ونغير طول أو زاوية أو تباعد الخطوط عشان نحصل على تأثيرات مختلفة. ولحتى نحصل على تدرج بهاي الطريقة كل ما حطينا الخطوط فوق بعض أكتر وقربناهم من بعض كل ما صار اللون أغمق، وكل ما بدنا اللون يفتح من بعد الخطوط عن بعض بالتدريج بهاي الطريقة. بطريقة الكروس هاتشينج أو التضليل بخطوط متقاطعة نستخدم نفس الطريقة السابقة بس منضيف خطوط تانية بتتقاطع مع الخطوط الأولى. لنحصل على تدرج بهاي الطريقة كل ما قربنا الخطوط على بعض وعملنا تقاطعات أكتر
فوق بعض كل ما حصلنا على اللون الغامق، وبالتدريج كل ما بعدنا الخطوط عن بعض بنحصل على اللون الأفتح. طريقة التنقيط أو الستيبلينج، بهاي الطريقة بنغطي المساحة المطلوبة بالنقاط. طبعاً بهاي الطريقة ممكن نتحكم إحنا بحجم النقطة، ممكن نتحكم بلونهم بتبعدهم عن بعض، ممكن نستخدم لون أو أكتر حسب إحنا شو بدنا. تنحصل على تدرج باللون بطريقة التنقيط، كل ما قربنا النقاط على بعض أكتر كل ما حصلنا على لون أغمق، وبالتدريج من بعد النقاط عن بعض لنوصل للمنطقة الفاتحة. هاي الطريقة بنحصل على تأثير نسيجي، وممكن نستبدل النقط بأي شكل بخطر عبالنا، زي خطوط صغيرة، خطوط منحنية، خطوط حلزونية، إكسات، دوائر، مربعات وإلى آخره. طريقة الكونتور أو الكونتورينج، بنتبع خطوط الشكل اللي بدنا نلونه. مثلاً إذا بدنا نلون دائرة بنعمل خطوط دائرية، أو بهذا المثال بدنا نلون هاي الورقة بنتبع حدود الورقة الخارجية لنحصل على تدرج بهاي التقنية من داخل الخطوط أكتر ببعض عند المنطقة الغامقة، وكل ما بعدنا باتجاه المنطقة الفاتحة من بعد هاي الخطوط عن بعض، وهيك بنحصل على تدرج باللون. تقنية الإمبوسينج أو النحت أو النقش، بهاي التقنية بنستخدم قلم ما بكتب أو أي أداة حادة لرسم أشكال اللي بدنا إياها تضل بدون تلوين. بعد ما نعمل هاي الأشكال بنبدأ نلون فوقها، ومنلاحظ إنه الأماكن اللي حددناها ما راح تتلون، وهيك بنقدر نضيف تفاصيل دقيقة بدون الحاجة لمحاي أو تصحيح بعد التلوين. هاي التقنية مثالية لرسم الأنسجة زي الأوراق، الأقمشة أو أي سطح فيه تفاصيل دقيقة. وهيك بنعطي عمق وجمالية إضافية للوحة تبعتنا. آخر تقنية رح نحكي عنها اليوم هي تقنية الفروتاج أو التلوين على سطح منقوش. لعمل هاي التقنية إحنا بحاجة لسطح منقوش، ممكن نستخدم عملة معدنية أو ورقة شجر أو أي سطح متوفر عنا يكون فيه نقوشات وبروزات معينة. بعدها منثبت ورقتنا فوق السطح المنقوش بشكل كتير منيح، بنلاحظ إنه سطح المنقوش انطبع على ورقتنا من فوق، وهيك بنحصل على لمسات مميزة على لوحتنا بشكل كتير سهل وبسيط. وبعد ما تعلمنا 9 تقنيات للتلوين بالألوان الخشبية، بدعوكم إنكم تبدعوا وتلونوا هاي الفراشة بالتقنيات اللي تعلمناها. هيك بنكون وصلنا لنهاية الفيديو، بتمنى تكونوا استفدتوا واستمتعتوا بالتعلم، وتذكروا إنه الفن ما إله حدود، فيكم تدمجوا بين أكثر من تقنية وتبتكروا طرقكم الخاصة فيكم. جربوا واستمتعوا وما تخافوا من الخطأ، لأنه كل تجربة جديدة هي خطوة نحو تحسين مهاراتكم. بحب كتير تشاركوني تطبيقاتكم، وما تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ومتابعتي على صفحتي على الانستغرام والفيسبوك. وإذا عندكم أي استفسار أو اقتراح اتركوا لي بالتعليقات.